ست اشهر كان المطعم مسكر يعطيه العافية. اوف جاد. ايه طبعا هيك مطعم شو بدي داين اذا موظف هيك ناس. سؤال اليوم، شو اقوى قهوة بحبها انا وبشربها؟ اكتبوا لي تحت بالكومنت وحربحكن هيدي التيشيرت. يا ويلي يا ويلي، تعرفوا هول كلمات استوحينا الكلمات اللي طلعت معي وعملناها على التيشيرتات. طلبون، نزلت فيديو، هحط لكم هون اللينك تبع الانستغرام، شوفوا الفيديو، فوتوا اطلبوا، جربوا، صدقوني صدقوني شيء بعقد، الكواليتي كتير حلوه. هيدي فيرست كولكشن، حينزل كولكشن، بدي دعمكم، بدي دعم. تفضل كمل عفوا. رمضان جانا. شو أسوأ اكسبيرينس بالاكل صارت معك باخر سنه؟ ليك اليوم اذا رحت تاكل برجر وواحد عم بيعمل لك سماش برجر، قديش معقول يلخبط انه يعطيك اللحمه رو؟ رو؟ ايه نيه؟ نيه شوي، ايه يعني صعب جدا لانه سماش لازم يكون مستوي على الاخر. فانا اتصور انه انا عطاني البرجر هي سماشت كمشتها هيك العمى، شو هاي؟ شايفها رو؟ ايه يعني المفروض تكون كريسبي فروم اوتسايد، مبينه، عرفت كيف؟ يعني الكريسبنس تبع اللحمه السماشت ما هي كلها سوا بدها دقيقه وشوي ماكسيموم ان يو فليب ات، شكله يا دوب حطها وشيلها وعطاني اياه وكان الله يحب المحسنين، خلصت الحياة. بس السماش بوكر كلنا بنعرف انه عباره عن شغله بتكون سماشت على الاخر كراس. مش كل الناس بقول لك سماش يعني هي سماشت على الاخر. هيدا السؤال العالم اللي ما بتعرفه. انا لما بجي اقول لك سماش برجر لازم تكون ممسوحه لدرجه انه هو هيز تراينج تو فليب ات، حيجمعهم مع بعض تو فليب ات، بس للاسف بحطوا البرجر مثل ما هي بقول لك هيدي سماش برجر. سماش مين يا بابا؟ عملوا برجر صح. الاشياء الغريبه اللي بتجربها ثرو اوت يور كارير بتغير ذوقك؟ اذا حسيت حالك دقت مثلا كومبينيشن غريب بتصير والله اوف صارت شيء يجي عبالي، بتحس انه يو هاف ان اكواير تيست ذات ديفلوبس، ولا التيست تبعك من لما بلشت لهلا نفس الشيء؟ اكيد لا، شو هيدا؟ في حدا ببلش بالتيست مثل ما هو لهلا بيبقى نفس الشيء وانت عم تجرب مليون كوزين. اوكي انترستنج، اشرح لنا كيف الناس ممكن ما بتعرف انه الناس اغلب الناس متعودين على اكل معين لوقت طويل. لا ما فيك، يعني اليوم انتوا لما تطلعوا تجربوا كوزينز مختلفه من شيفس مختلفين بسبايسز وبهارات فليفرز مختلفه، البالت تبعك عم بيتعود على شغلات غريبه مش معود عليها من قبل، في شيء طيب وفي شيء مش طيب، بس الكومبينيشن اوف توس وين يو تراي تو بايت بتعطيك ديفرنت تيست للبرين اللي عندك، فانت بتتعود على هاد الطعمه، بتيجي بدك تاكل شيء هيدي لا مش دقيقه. That's the good part of it. The more you taste, the more you go out, the more you experience, the more صار عندك knowledge اكثر بالتيست. ما فيك تبقى ليك يعني امك كانت تطبخ شيء ومعود عليه، عاد تيجي انت بتروح بتاكل اكل طبخ من برا يو اولويز ريفير انه يي لا انا معود عليه، بس كمان التويست او الطريقه كيف عم تتكون معك من ديفرنت كوزينز انت مجربها. فود الرجيز، هل عندك اي فود الرجيز؟ على الملك ريلي والجبنه والاشياء اللي بتاكلها قدام. لا ديري برودكتس غير، او يمكن بعدها ما تطورت معي لتوصل، بس يس ديفلوبت افتر سو ماني ييرز، من لك شي 4-5 سنين صرت ما في اشرب ملك عادي، بيعمل لي حساسيه كتير. يعني بفهم من كلامك انه بتطلب يور كوفي اور لاتي ما بتحط؟ لا بحط الموند ملك، تعودت على الالموند لانه طعمته طيبه. ما حبيت الكوكونات ملك كتير حلو، الصويا ملك حسب البراند للامانه يعني لانه في ديفرنت، وحتى الالموند ملك اذا كان باريستا بغير بالطعم. اكثر ناس بتجيب الموند ملك العادي، الالموند ملك ليش قلت ملك؟ الموند ملك بتجيبه العادي بيقرف طعمته بتر يعني مش طبيعي. فالباريستا ايه مرة على هالفكرة بوقت كوفيد انقطع الالموند ملك، ف 1 كاب اوف كوفي بتعرفوا قد ايه كلفني؟ تقريبا شي 117 درهم. طلبت الموند ملك دغري اون سبوت دليفري، اجى بعد 15 مينت، جابوا لي الالموند ملك العادي، عملوا الكافي ما عجبت، ما بتسوى هيدي الالموند، حطيتها، رجعت رحت طلبت الموند ملك تاني براند، كمان اجى ما بيسوى، تالت براند اللي جبته لانه مكتوب عليه باريستا كان اقرب شيء للالموند ملك تبع ستاربكس، بتعرفوا ستاربكس عنده ذير اون الموند ملك، بيجي كاستمايز لالون، سو يس كان اغلى كاب اوف كافي من ورا الالموند ملك، يعني انت اي ثينك من هالكلام انت من نوع الاشخاص تطلب القهوه تبعيتك بفيري بارتيكولر واي بطريقه مفصله، بدي كذا بدي كذا بدي كذا. Absolutely man. كل يوم كل يوم ما بقفي ولا يوم، خلص شغل بتتعود عليها. It's not about the coffee, it's the rituals اللي بتعملهم، وين بتروح وكيف بتروح وين بتقعد وكيف تشرب القهوة وهالربع ساعة نص ساعة اللي بتقعدها مع حالك. ففي كتير أشياء معلقة بالقهوة. القهوة يمكن أوكي كلنا بدنا قهوة كلنا بدنا كافيين، بس it's the environment. فأنت فلس تعتبر حالك coffee enthusiast. طيب شو top 3 coffees بالنسبة لك؟ مش براندز
drinks. V60 Gold. Top 1. This is top 1 ولا top 3؟ لا هي top 1. Top 1 V60 Gold. Absolute favorite. طبعا إذا beans كويسة ومرتبة بصوتك أكيد بتكون. ما عم نحكي على البينز بس عم نحكي إنه as a V60. بعدين كافي تبعي اللي أنا بشربك اليوم. هي ألموند مع أنجا ربع pump. كافي ألموند ميلك يعني أنا حركاتي بتعرف. تالت واحدة ليك إذا كنت بالأسوأ أيامي وقاعد بالبيت ودبرست وما إلي خلق على حدا بأخذ نسكافيه. لا انت سوري مش قصدي البراند مش قصدي البراند دقيقة يعني من في 60 ليور كافي لنسكافيه طبعا بقول لك توب 3 ايه عم بقول لك انا اوف معقول مش كذب عليك لانه بالبيت ومش حاجه ما لي خلق اعمل شيء ما لي خلق اتحرك ما لي خلق اطحن القهوه 3 ان 1 بس كافيه 3 ان 1 كمان بتحطيها بقى اسوء ما يمكن سوري يعني ما قصدي كبراند نسكافيه براند كتير كبير تعودنا عليه ربينا عليه نحترمكم كتير انا عم بحكي تجربتي بس انستنت كوفي عمرها ما حتصير زي الفريش فريش جراوند تو اوردر اتس نوت ذا سيم اكيد انت عم تسالني شو ثلاثه انا بقول لك شنو عمرك جربت اكل منكه بالقهوه او عليه مستخدم القهوه كسبايس يس ستيك ريلي يا ستيك وكافي طيب والله حلوه كانت بس ما عرفت اذا هن البقره مشربينها كافي لحتى طلعت اللحمه على طعمه الكافي ولا نقعين الستيك بالكافي وين ايه بالامارات هون جد والله عظيم هم بيعملوا سبايس بدل سبايس بالبلند بحطوا كافي ياس فات واز كول واز سمثينج لذيذ يعني ده سألك سؤال بخطر على بالي كثير هل انت من الناس اللي عندك اشياء كثير ما بتاكلها يعني في مثلا كثير احنا عندنا من الناس اللي ما بتحب تاكل اشياء كثير هل تحس حالك انت بيكي بهالطريقه ولا لا لا انا ماني بيكي باشياء انه ما اكلها انا باكل كل شيء بس انا بيكي بالاشياء اللي فيها سبايسي بيضايقني معدتي مش لانه ما بدي اكل سبايسي لانه لا عندي سيرتن سيتويشن ما في اكل كتير سبايسي يعني في اشياء عم تاكلها بالسبايسي لا مش سبايسي يعني ان جنرال اكلات كل شيء ريلي صراحه ما عندي شيء يعني مثلا معروف بالوطن العربي انه كتير الناس بنقسموا تحت فريقين فريق باميه وفريق نو باميه انت اي فريق فريق شو باميه وفريق مستحيل اكل باميه عمل ايه لا باميه والله ايه شوف فيها ليه بتحب طيب الباميه اذا كانت صغيره ومعموله صح يعني انت ما عندك مشكله مع الباميه شوف ليش بدكم عندكم مشكله مع الباميه اوف شو اسال الناس بالكومنت شو حتقول سوري يعني اكتبوا لي عندكم مشكله مع الباميه ليه شو فيها الباميه لازم شي يوم نسال العالم وتشوف حتشوف كميه الناس مستحيل ياكلوا باميه انا واحد منهم سبب تكسر تبعها مستفز طعمتها حتى مستفزه اذا انا دايس على سيرت ما في علي الباميه اذا دايق انا مي شو اسمه الانديل مره دقت ميه انديل صحيح اي اجري ايجن فود على اليوتيوب على اليوتيوب يا جماعه حاحط لكم اليوتيوب تبع هيدا وبتشوفوه ميه انديل حبيبات قلبي متى اخر مره اتخانقت مع جرسون بالمطعم متى اخر مره اتخانقت مع جرسون بالمطعم كل يوم كل يوم انا كل يوم بتخانق ليه لانه مستفزين جد ايه طبعا انا بنقهر فايت على مطعم الناس هو سيرفينج يو ار نوت تريند او ما عارفين عن الاكل او ما عارفين شو فيه او لا بيكون بطريقه ما بده يعمل لك سيرفينج طب ليش انا دافع مصاري لفوت لازم يكون في ابتسامه لازم يكون في كل شيء بقعدك تساله عن المانيو يعرف يجاوبك مش يقول لك سوري هلا برجع لك شو هلا بترجع لي بسالك عن طبق شو في بقلبه بتقلي ما بعرف طب انت شو طب انت كيف عم تعمل لي سيرفينج كيف تتعامل مع هذا الموضوع احنا كلنا من بصير معنا هالموقف بس كيف تتعامل مع الموضوع صراحه يعني هلا بتمشي الموضوع وكذا شوي وما عجبني الموضوع وعجد اذا طلبت الشغله وقلت له كيف بدي اياه وجابها بالعكس تماما بتضايق بقول له كول ذا مانجر كول سمبري هوز يور شيف واي قلت لك انا بدي الستيك ميديوم وقلت لك بدي اياه 1 2 3 طب ليه بدك تجيب لي اياها هي مش ميديوم وتقنعني انه لا هي ميديوم يعني كانه عم تستخبيني وانا اول مره باكل ستيك طب لا مش حلوه اللي غلطت ثانك يو سير وي ريبليس ات دونت وري ابار ات يو نو وات اي مين سمثينج لايك ذس طب تيجي بتستفز بصير تشارعني مره واحد صار يشارعني كيف تتقبل واحد انه عم بيشارعك انه لا مش مزبوط قلت له شو الصوص اللي عندكم هيدي بينات صوص بيقول لي لا قلت له يا برو بينات انا دقتها بيلي لا we prepare it in house there's no peanut in it قلت له really قلت له okay fine I'm gonna pay for everybody sitting here عم بحكيك قصة ما حسب من المرأة اوف هون بدبي بالامارات لا مش بدبي بأبو ظبي بالامارات اوكي قال لي مش peanut قلت له okay fine let's agree شكله بالموضوع البينات اشي ايجن شكله كان قلت له let me agree انه هاي دي مانا peanut bring the chef if the chef says
this is not a peanut sauce or there's no peanut in it, شو حيصير؟ حأدفع لكل العالم اللي عم تاكل هون بالمطعم. بس اذا طلع انا معي حق، اول شيء حتعتذر، ثاني شيء انا ما بقى حاجي على هيك محل، ثالث شيء حاحكي عن المكان وشو اسمه، وما فيك تقول لي والله هيك او هيك. قال لي اوكي، قلت له جو استشف، انا ناطرك بكل براده. انا بقيت ناطر قاعد على الطاوله، انا كنت جان الان بويلينج، لانه انسان مستفز قاعد عم بيشارعني وهو مانجر على الفلور. يعني تصور انه شوف النولج اللي عنده كيف بيشارع زبون. زبون بيقول له هيك الصوص، بيقول له لا، وانا عارف شو طعم التمي، عارف شو عم باكل. الفت لجوا، غاب 10 دقائق ورجع بيقول لي الشيف مش موجود هلا، مش قادر يطلع لانه كتير معجوق. قلت له ليك برو، هيك قلت له برو اسمعني، قال لي انه طلع فيها بينات وما في مشكله، بس ما تقول لي الشيف مش فاضي، لانه انا حقوم اوقف هنيك على الباب وصرخ للشيف قدام العالم كله، بتحب هلا كوز سين ان فرونت كل ايفريبادي واسالهم بدك دوقهم للعالم اذا هاي بينات ولا لا. تركت الاكل، دفعت، بس حتى ما فل انه بلا احترام، قلت له هذا الاكل ما حقدره، واسم الله عليكم على هيك مطعم كتير حتنجح. كثير 6 اشهر كان المطعم مسكر، يعطيه العافيه. اوف جاد. ايه طبعا، هيك مطعم شو بده يضاين؟ اذا موظف هيك ناس، اليوم انت عندك مطعم بدك تكون قاعد عليه، بدك تشوف العالم كيف عم تحكي، كيف عم يعني انت اليوم مطعم اول ما تفوت في ابتسامه، في ضحكه، بتقعد اوقات بيطلع الاكل مش طيب، بس انت بتنبسط بالقعده اللي قاعدها وما بتحكي شيء، بس يطلع القعده مش منيحه والسيرفر مش منيح والاكل مش طيب وعم تدفع مصاري، ايه ليش بقى؟ يعني مش مزبوط. شو اصعب طريق او اصعب مشوار رحته عشان اكله؟ يعني كيف الناس بيقول لك مثلا انا سافرت على تركيا مثلا عشان اكل عند فلان، ولا رحت انا تعنيت هايكينج 3 ساعات عشان اكل عند فلان. اوكي اوكي اوكي، شغله زي هيك. اوكي، في مره سقنا شي ساعه ونص ساعتين، طلعنا على محل هون بالامارات بلا ما نسمي، قالوا لنا المكان بعقد اميزنج، عنده اكل كتير طيب وعنده شيء كتير مميز لازم تجربه. كنا عم نعمل تحدي 30 يوم بديفرنت كوزينز ديفرنت اميريتس، وطلعنا على هذا المكان، كانت وقتها ايدي مكسوره واصريت كمل الشو. وصلنا لهونيك المكان بعقد، اوكي فاين، فايبس حلوه هيك، الاكل ما بيتاكل، الاكل ما بيتاكل حرام. طب شو كان الاكل؟ شو الكوزين اتليست مشان نعرف؟ يعني انترناشونال كوزين، انترناشونال. اوكي افريكان، افريكان، مع انه في 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 جود فود بالافريكان وفي جود جود ستاف جود ديشز. اي واز سيرشينج فور شيء معين، لانه طلعت على العين كرمال جرب، ما لقيته، ما عجبني، فدلوني على هذا المكان وقالوا لي هذا التوب. فللاسف يعني بتصير. شكرا لك فراس، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم يا رب، ومنشوفكم بالحلقه اللي بعد. رمضان جانا.